كسو دوادا داودا يال وراركي يغدن بي لا سعانود قدبادا داون دونتان وحا كميدا قار كميدا عيدا مدا مامول كسومالي لان اي لغو دلي دقالا دي كدعا يدوليتك لا سعانود او ميدتك ودالا شيغي ان او دروا كعونا يدوليتك لا سعانود مامول كبونت لان او مركلة كهور يميد مغا عابيستا حسن شيغ محمود او مغا عابي ارقيغا ارمها سومالي لان او لو مغا عابي عبدكرين حسين قوليد يا بنتلان او سي وين او غرب استاكتي شعب كلا سعانود مغا عابيس تاسينا كوشيكتي ان لو اركي كرو مرين هبابين قرشيسن او لغو دك دكي سي ان دهاد دادك سومالي دا اه ايا كوا باش عالم كلوغ جيديو علاد دا ايا حسوق دادك رير لا سعانود جماهير تا اس اس سي قاتمو او مركلا ايدين او جيدي مدحوين حسن شيخ محمود اسلامركاسنا شيغين مدحوينه حسن شيخ محمود او كغابيي ان او كسو بخو واجباتكيس لخريرو دفاعيد شعبك اس اس سي قاتمو او او استاغاي الىلنتا منيمدا سوماليييد دينعنا او كغا اديغنايو اسماعيل جلا دوفار اد يا اد يا اد يا اد بكاغو هوستي هدا حسن مدحوينه ان اديتاي اديدي كوما فروخني سيدي اوركي واحد لو سنتاي عاصمت حمر كقورة وين أو تشكشكا اللي هذا هنا نور على النبي اللي وصلت هذا ندور نحن وتشكشكا نكشف أنا هنا قط بضاعة يقار كلا يداون دونتان هدي النور عصبت هاي نقص وبير قناة كان سبسكرايب صار مقال كلايك صار سساحي ببضن وقار وأنا مهسنتهين أين كوبلون داو ضيال مجال هذا لا سعانه ده حرونت قبل كسول قبيه القط قال ماي أو أي قط قال مين عيدا ك S S C قاتم الدفاعنا يوديجانكو ده يقولي بس ده كلا عيدا ك معمول كسومالي لان أيها تنلسورين يا إن ميدتك عيدا ماذا معمول كسومالي لان لغو أركي دلعت كلا سعانه يجو أو دروا هالكاسي أو كعني فريمها الدقال كأي قلبات كمجال داسي دروا أي وحا أو كعني ميد كعيدا ما كتر سنا كوا سومالي لان أي هالكاسي كل الدقال مين عيدا كأساسي قاتمو سيدو كلنا أي دبو عليين أو أي فشليين ويراركي أي سوقا دي ربين سراكيش يعني كتر سنا عيدا مدى ما ملك سومالي لان أي اللاشيغين هالكاسي ميدت كودا أيوغا عرارين عيدا ما دي كلا اي مامو الكسو مالي لان كدب دقالك كدعي دولايت كمقالة دلا سعانود سراكيش جيد دهورة اي دقالك كسوغن اي اساسي قاتمو ايانا الشيغي ان ميدد كاسي كلي اي كوغرتين دريس كاي حرنايين عيدا ما دا او قوب تاسي لغو اركي يد او سيدو كلا الشيغي انت بدن ان جيركو دي او دروا عني عيدا ما دا مامو الكسو مالي لان لا سعانو الدولايت كيدا دقال كيوغو حوغنا ايا دوان كو دحمري عيدا مدى اساسي قاتمو ايا عيدا كمامو الكسو مالي لان يضو عيدا كمامو الكسو مالي لان ولي قار كميدا اي كسو غيهين تاليسكا قوج عده هالكا انتا بادن دولايت كلا سعانو اي سيبو حدق عانتو غو هيان عيدا كحاقو درير كي اساسي قاتمو مغالا دا لا سعانو دنا مدل لبابلوود كدب كعضون كي كبلو دي لا سعانو وحاكتا لنا يا شعب كا اساسي قاتمو ايا عيدا مدودا مامول قبوليت كا بنتلان ايا مركلة ورقة سوساري مغا عابيستا مدحوينها الصوماليا مداني حسن شيخ محمود او مغا عابي عبدكرين حسين قوليت ان او نغضو ارقيقا ارمها الصومالي لان بنتلان ايا وحلا ليابو كتل مامتين حسن شيخ محمود او حلقان مغا عابو ارقيقا الصومالي لان iyadoo dagaal in ka badan 2 bilood uu ka socdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ka koobnaa 6 qodob ayaa waxaa lagu sheegay in talaabada Xasan Sheekh uu qaaday ay u muuqato dhayalsi iyo hoos u dhigid baaxadda culayska mushkiladda Laascaanood ka taagan iyo gudasho la'aanta waajibaadkeeda dastuuriga ee difaacida shacabka Sool Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in magacaabista ergeyga Soomaaliland ay muujinayso walwal iyo shaki in dawladda federaalka ah ee garsoor iyo dhaxdhaxaad aysan ka noqon karin colaadda la sacaanood iyo qadiyada la isku hayo arrintani waxa ay dhinac marsan tahay tabashooyinkii dheeraa ee dadka reer Sool iyo go'aankoodii ay cadeeyeen inaysan qayb ka ahayn Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawlad goboleedka Puntland
Puntland ayaa ugu baaqday xukuumadda dawladda federaalka in aysan dhinac u xaglinin uguna darin xaaladda murugsan ee ka taagan Laascaanood iyo gobolada SSC Qaatumo. Sidoo kale maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in colaadda Laascaanood ay keentay barakaca in ka badan 200 kun oo shacab ah, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo baaxad leh. Puntland ayaa sheegtay in hadallada dhiilada leh ee ka soo yeerayo qaar ka mid ah madaxda sare ee xukuumadda federaalka iyo eedeynta garaadada ee dusha laga saarayo waa hoggaanka dhaqanka gobolada SSC ee arrinta Laascaanood in la joojiyo raalligelinna laga bixiyo. Dowladda Puntland waxay ugu baaqday xukuumadda Soomaaliland in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolka Sool si nabad loo helo, dadka reer SSC-na loo ogolaado in aayahooda go'aan ay ka gaaraan iyaga oo xor ah. Waxaa ugu dambeyntii loogu baaqay dadka Soomaalida ah, gaar ahaan shacabka reer Puntland iyo beesha caalamka, inay sii labalaabaan gurmadka iyo dadaalada bini'aadantinimo ee lagu garab istaagayo dadka ku waxyeeloobay colaadda magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoosta ee gobolka Sool. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu eedeeyey in isaga uu u diray deegaanada maamulka Soomaaliland wafdi ka socday beelaha Irir Somaale. Abwaan Shamiraaye oo ka mid ah jamaahiirta SSC Qaatumo ee ku sugan Laascaanood ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka taageeradii looga baahnaa aysan ka helin shacabka SSC. Dowladda federaalka ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ayuuna sheegay in mas'uul ay ka tahay shacabka Laascaanood, oo shacabka Laascaanood ay si dhab ah u sheegeen iyaga iyo madax dhaqameedkooda in ay si toos ah uga tirsan yihiin dowladda federaalka, isla markaasina ay diideen gooni u goosadka maamulka Soomaaliland. Abwaankani ayaa sidoo kale sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu dhabarjabinayo kacdoonka Laascaanood iyo weliba sidoo kale aayaha shacabka SSC Qaatumo. Dhinacna uu kaga adeeganayo Ismaaciil Gelle Doofaar, aad iyo aad iyo aad iyo aad bay kaaga hoostay. Haddaad Xasan oo madaxweyne inaad ii tahay aad diiday, kuma faruuxudhi sidii awrkii. Waxaad ilowsan tahay caasimad xamar ka qoora weyn oo jigjiga la yidhaahdo inaanu u dhalannay baad ilowsantay. Haddaanu doonno anagu jigjigaanu ku shubanayna, meel aad lagu dhigtaba aad weydidi. Haddaad calankii Soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed igu ciseyn weyday, wallaahi billaahi tallaahi, oo aniga iyo walaalahayba naaguhu kaga furan yihiin, jigjigaan toos ugu shubanaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Ramadaan kariim baan idin leeyahay. dal iyo dabad meel walba aad joogtaan, 18 gobol, miyi iyo magaalo, waa Abwaan Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Maxamed Shamiraaye idinkala soo hadlaya xaruntii maamulka saliidda qaniga ku ah SSC Qaatumo of Soomaaliya, xaruntiisii Laascaanood. Sidii aad u ogeydeenba, bilihii u dambeeyey waxaan Soomaaliya horay uga dhicin baaceelka kan mandaqadan aan joogo ee hodanka Ilaahay ka dhigay baa ka dhacay. Oo aan darisnimo laysku cisayn, dhaliyo laysku cisayn, duulimaad cir iyo dhul ah. Calaasan markaan cir iyo dhul leeyahay, waa qabiil hunguroodey oo qabiil kale inuu qabsado ku hamiyey, ayna u hiilisay waxaan hiil ahayn iyagu si ay hiil moodeen. Marka aad ka soo bilowdo ninka cimrigiisa ceebta ku sagootiyey ee Ismaaciil Cumar Geelle, marka aad ku xejiso Muuse Juudaan, goorta aad ku xejiso madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, lamood noqosa weyday. Xasanoo waxaan ku leeyahay dadqal looma gurguurto, dadqal looma gurguurto. Nacaybkaaga waa noognahay, xiqdigaaga iyo waxa Ilaahay kuu uumay iyo nooca aad ugu hungowday inaad madaxweyne ka noqoto 18 gobol oo Soomaaliya lagu dhaariyey kitaab Qur'aan oo kariima aanu kugu aaminay. 4 bilood oo genocide iyo xasuuq nagu socday baanu waxaanu kulahayn madaxweyne. Caasimadayadu waa xamar, madaxweyne
حسن شيخ محمود ولي الله مكرم باتهاي أديق عمد حوين النوع إلى هاي سوح بك عقام الترين نين إبليس وحش يا جيب عد نقطة وعن بقى دين إياه وفتي قاعد مدح وين الديرتي وهولي هو قامين إياه هولي من جسك عالبور كتب يجري أو أرر سمالة يوح وقلوا أنتين لمن كان مساكين تيرير وغوي وعلم كي سومالي يكتاقي بيرت حرية دي هرقيسة هولي يو هولو عن بعض هيسا هل كاوه وكسو عن كلاه هو شادي قران هذا سيدي حسنو ديكتاسي أنا هين بقى بكردقة وحان عن بارين أي ويل كان ابتقوا هاي صالح نيف إنا صالح سينمو أو لقو قوري أو تشيت كيسوها إن لا يسكو دفتو بلو أنت قرح حجيس إي إس إس إي بلو أنت قرح حجيس مما تشيد وحنا كوكو غادي مينو سلدان عدوك دا سلدان وأي مستنبيت كيس مالف لبيقو يستاقين تاسينا تاوي وكو صعصعون مايو وحان هالكا كان كعن بارين اياه مر لباد مدح دي آن الدوراني اي سوماليات اي بارلمان لها اي مدحوين لها اي رئيس الوسارة لها هذا تنهاتنا رئيس الوسارة ايما موقدة رئيس الخسارة ايما موقدانية مركا حيل كاقي محمس عبد برو وكوها الليو ويل كير اي حد ينقال كوكوري الناس كو حقبتيت إن صالح سينمو وحسن كو سو غوراي دينعنا او كغا اديغنا يو اسماعيل قال الدوفار اد يا اد يا اد يا اد بكا غو هوستي هداد حسن مدحوينه ان اد ايتاي اديدي كوما فرخوني سيده اوركي وحد لو سنتهي عاصمت حمر كقوره وين او جيجيجا ليرهدو ان انو دلاناي باد لو سنت هدانو دونا انو جيجيجا انو كشوبانينا مال عندو قلت له عاد ويدي هذا العالم كي سوماليات يوم من ما دي أمد سوماليات يقول عيسين ويدي والله بالله تالله وأنا قاعد يقول الله يبنى أقوه كفريه تيجي تيجي عن تاسو كشبا نيا تاسي تاوي مدرنا ماذا حويني مر لبعض وحن كلايا نيكا كان مجي عيسى وقرن وعي هولي هولي يو نيكو غرطة وحن مقعابي ماذا حويني هو إرقي إرقي قاسد دولة ده اللي هو مقعابي تري أدوك سوى تكري ويديو واحد تلو أرقي جيبا حمر قلا صوح الله أرقي هلا ما أنو أرق ولي عبد الكريم حسين قولي دول أرقي كشاكت مدحوين هنا أرقي بو أمك عابا دي أرقي قد دولة دولة الله أمك عابي تري ملا هذا بنا قمانو دوا بأرقي مدحوين هو أمك عابا وعلى عبد الكريم أرقي هنقون من تعليم له ذلك وحكا صوغة بطي أهل الشرفة كرامي سن مدح ضيادية شلي وسير كي يجي أرمها جودها ها شلي مدح وين هي قلمته جها باتا أرجي هنقول أرجي هذا الكلام حنقول السلام يا غربة شوكتة قبل دي مدح وين هي ومد الصومالية ولي الله مكرم الله هون قبرك هون نوره ومد الصومالية أبا محمد سياد بره سرية جاس جنرال محمد سياد بره هنا يدعو عيان بنمد الصومالية كودا واجبة كين ده هينو كلا شيء كيف فرت قرآن كذا هنا براي كيو بلاش كوا هنا جو براي كيو كرو ترى بلاش كاي نسين شري كي لا مية ده ينور لسي كي سدد يو طبعا كقبل عفرت كسنة ولا من لما كوا هيجي فات هذا بشر رمضان الله صم انت اس ايا نكسو قبل قبل هنا دا وضيال موقال كنا دا ونسين فضلا هديتك عصوب تاي channel كان سبسكرايب صار موقال كلايك صار سي صاحي ببضن وقارو وانا ما هسنتهين